الغليان الحاصل في المنطقة والاصطفافات القائمة أرخت بثقلها على دول الخليج، فمجلس التعاون يواجه أزمة حقيقية هي الأولى منذ تأسيسه. السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر المتهمة بتشجيع ودعم جماعة الإخوان المسلمين علنا. وفي التفاصيل أنه غدت اجتماعا مطول لوزراء خارجية الدول الخليجية في الرياض، قررت الدول الثلاث في بيان مشترك سحب سفرائها بسبب عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا، مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول للمجلس وعدم دعم الإعلام المعادي. وفي البيان أن الدول الثلاث اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها. وأضاف البيان أن الدول تؤكد حرصها على مصالح شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالا كبيرة. من جهتها أعربت قطر عن أسفها واستغرابها للقرار مؤكدة أنها لن ترد بالمثل، وأكد بيان لمجلس الوزراء القطري أن قرار الدول الخليجية سببه خلافات حول مسائل خارج دول مجلس التعاون. في هذه الأجواء دخلت الكويت على خط الأزمة في محاولة لتقريب المسافات بين دول مجلس التعاون.